ويوم السبت بالماتش. عارف لو جه السبت، لو جه امبارح يا بوي كان اتصور الاثنين اسوان والمنيا، اسوان والبرجان. وانا قلت لك يجي، قلت انت مش هتقدر يجي. الرجال كان مهرجاني، مهرجان صح. يحيى فاروق رئيس مركز شباب البرجان. انت عندك اول فريق للكره النسائيه في محافظه المنيا، ده في شمال الصعيد، في شمال الصعيد كله. انت بتلعب دوري ممتاز به صح؟ نعم. قول لي ايه المعوقات اللي بتواجهك انت؟ المعوقات هي معوقات ماديه فقط. يعني انت لما بتيجي تسافر مباراه بتعمل ايه؟ مشكله بنحاول نجمع فلوس من بعضينا، من هنا ومن هنا. طب اولياء الامور احيانا بيساعدونا، يعني احيانا بس بندفع العدد الاكبر. يعني مفيش دعم في النادي دي خالص للاسف الشديد. يعني انت محتاج ايه من الوزاره؟ يعني عشان احنا كتبنا للمهندس خالد عبد العزيز، ربنا ان شاء الله يوفقه كده ويوافق لنا على دعم. وكتبنا للمهندس هنا فريده برضه مذكره، برضه المفروض دي دعم لنا، دعم لاتحاد الكوره برضه، مفيش دعم جاي لا هنا ولا هنا. انت كله جهود ذاتيه كده يعتبر؟ شغالين جهود ذاتيه زي ما ليكم، مفيش دعم. مشكله عشان اسافر اسوان، شوف هسافر قد ايه؟ 20 لاعب تسافر اسوان مع الجهاز الفني بتاع المدرب والدكتور ولا يسافروا. وعندك سيوط وعندك سوهاج وعندك الغردقه، الغردقه دي مشكله برضه، الغردقه لان مفيش قطر، هضطر ناخد اتوبيس مكيف. طب مصاريف مش سهله يعني. ولو على اللبس والله انا اجيب لهم لبس على حسابنا يعني. اللبس هنا بتجمعوهم من بعض والله، لبس على حسابنا يعني، انا بدفع جزء وناس بتدفع جزء وبنمشي الامور يعني كده تمشي معانا. احنا كل هدفنا ان النشاط يشتغل وان نعمل شغل لمركز الشباب، ولازم يبقى المراكز النشط. انا يمكن بوجه رساله للسيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وهو راجل محترم جدا، انه هو لازم نظره لمراكز الشباب اللي شغاله نشطه. يعني الدعم لما يبعت دعم مثلا لمراكز الشباب كله سواسيه ما ينفعش. وبعدين بلاش دعم الانديه، يعني دعم الانديه ما يبقاش بالطريقه دي، دعم الانديه بالملايين. وانت اهم شيء عندك مراكز الشباب، ده انت عندك حتى تغيير الافكار، هنغير افكار الشباب في الريف مهم جدا. يعني بتاع المدينه مش محتاج يتغير فكره زي بتاع الريف.